بلد الأبجدية الأولى وأول مقطوعة موسيقية وأقدم مدينة سكن البشر بالتاريخ، بلد الياسمين سوريا. أكثر من 375 ألف طالب فيها ما سمحوا لأي شيء يثنيهم عن المشاركة بتصفيات تحدي القراءة العربي بموسمه السابع. ستكون شخصية هاري بوتر لأنها ذات قوة وذكاء وكانت شخصية وفية. شخصية سانتياغو من رواية الخيميائي، لعلها تخبر رسالتها للجميع أن لا يستسلموا للمستحيل. دودي أبوت لأنها تمثلني وزادت إصراري على النجاح. لربما لو كانت في واقعنا لشرحت للناس أن ذوي الهمم ليسوا معاقين، وإنما فقط قد يحتاج بعضهم إلى رعاية أكثر. كنت سأختار أن أكون شخصية صديقة لشخصية هايدي، وذلك بسبب روحها المرحة وبسبب توقها للحرية وللمرح وللعب دوما. ستكون بول وفيرجيني من رواية الفضيلة للكاتب برناردين دي سامبيير. وأنتوا خبرونا، مين هي الشخصية الخيالية المفضلة عندكم؟